الدكتور أحمد الوائلي قال كلام بالقرآن والله العظيم ينطبق على هذا الزمان اللي إحنا دنعيشه، على هاي السخافة اللي إحنا دنشوفها. إحنا منين نلتفت؟ نلتفت للسياسة، زعاطيط سياسة. نلتفت للمجتمع، دا يطلعون نماذج من جوا القاع، ما تعرف شنو ذولة. المهم خليني أريح قلبك بكلمتين للعلامة الوائلي وهم تترحم له. نعيب زماننا علي والعيب فينا، فإذا فسد الزمان ها لا تبعد أنت تشتم الزمان. دنيا مو خوش دنيا لو لا تفسدوا، أنت مو خوش مو الدنيا. أي والله. يعني إحنا ما نربي أنفسنا ولا نربي أبنائنا، الله عز وجل غدا يشيء لك يقول لك ترى الدنيا بها التزامات، الدنيا مو خالية من القيود، انت سيد الموجودات، انت البشر، الله خلى كل شيء لخدمتك، سيد الموجودات اعطاك كل هالامكانات واراد منك التزامات، هذه الالتزامات راد منك تربية، راد منك عفة، راد منك اخلاق، كلهن ما سويت. الف رحمة على روحك بجاه كل من عنده جاه، وبهذا اليوم والله العظيم اش قد شفت محاضرات للعلامة الوائلي ما شفت له كلمة غلط. سبحان الله، سبحان الله على هذا الرجل. تخيل انه هو رحل والحد الآن عنده محاضرات تنطبق على الزمان القادم، اش قد كان عنده بعد نظر.